جولة جديدة من جولات هذا المساء. الجولة الأولى انتهت بأربعة أشواط وذهبت أيضا إلى هجن الرئاسة وإلى المضمر المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري. نسير مع انطلاقة شوط الأبكار المحليات الأصايل وناخذ هذه الانطلاقة الرائعة وشوطنا الثاني للمحليات. إذن الكورة على المركز الأول لهجن الرئاسة والمستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري. من يقدم هذا الاسم وينطلق من خلال تواجد هذا التنافس القوي والتحدي المثير. سمحة في المركز الثاني لسمو الشيخ زايد بسلطان بن حمدان آل نهيان. يمعى بن عتيق الرميثي المحترف يقدم هذا الانطلاق الرائع والجميل. الوصولي من هملولة غيرت إلى المركز الثاني لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان. يتواجد محفوظ بخميس آلي نبي. وصلت مشغلة هنا في المركز الرابع بشعاري سمو الشيخ سيف بخليفة بن سيف آل نهيان. سعيد بن مبارك الوهيبي في عملية التضمير والتدريب. انتقل مباشرة هناك إلى المركز الخامس لتصل هناك في المركز الخامس وتأتينا شواهين من هجن الرئاسة بقيادة المضمر المستحيل راشد بن محمد بسم المنصوري. من تألق في الجولة الأولى من خلال تواجد الأسماء القوية والمشاركة من خلال تواجد أيضا هناك الأسماء القوية. ولكن هنا الاسم القادم والمنطلق هنا شواهين من هجن الرئاسة راشد بن محمد بسم المنصوري ودخول من الشاهينية لسمو الشيخ محمد بن ذياب بسيف آل نهيان الصادق فضل الأمين في عملية التضمير والتدريب. ولكن الله شوفوا من القادم وصلت هناك مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام. الإهباب وصلت في هذه اللحظات لسمو الشيخ حمدان بن راشد بسعيد المكتوم سعيد بن سالم الينيبي أيضا مرها. بينما هنا الاسم القادم والمنطلق لتأتي من حام من هجن الرئاسة بقيادة المميز مبارك بن أحمد بن مايد الخيلي ليقدم انطلاقة رائعة وجميلة من خلال تواجد هذا المساء. الله 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 شوفوا الأسماء شوفوا الشعارات القوية والعملاقة المشاركة لتشكل هذه الانطلاقة. نأتي هناك مع المركز التاسع دمعة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم طارش بن مبارك بالقوبع في عملية التضمير والتدريب. بينما الاسم القادم والمنطلقة هناك مشاهدين الأعزاء المنطلقة والباحث عن الفوز والانتصار الشاهينية هناك لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم. يتواجد هناك مضمر القرن فيصل بن طالب بشريم هو من يسير في هذا الانطلاق الرائع والجميل. هكذا انتصفت المسافة هكذا تسير الإذاعة إلى المقدمة تبحث عن الناموس تبحث عن التوقيت الأفضل تبحث عن الانطلاق الرائع. ولكن نجومية ورائعة هنا مع هذا الشعار مع هذا الانطلاق مع المضمر المستحيل راشد بن محمد السم المنصوري من يقدم الكورة هناك في المركز الأول. تسير إلى المرمى تسير هناك إلى المرمى وإلى الهدف هناك بقيادة المهاجم والمستحيل راشد بن محمد بسم المنصوري. يعرف أيضا يعرف كيف أيضا ينطلق يعرف كيف ينال المركز الأول من خلال تواجد هذه النوعيات الرائعة المنضمة وأيضا المنضمة إلى مؤسسة هجن الرئاسة لتأتي هناك الكرة في المركز الأول لهجن الرئاسة العملاقة. ويأتي المضمر المستحيل يقود هذا الاسم ويقدم لنا الكرة راشد بن محمد بالسم المنصوري. نقلتنا مباشرة مع مشغلة وصلت مشغلة هنا والمقتبسة من سلالة مشغل لسمو الشيخ سيف خليفة بن سيف آل نهيان. سعيد بن مبارك الوهيبي وصلت هملولة تدخلت هملولة من الجانب الأيمن هناك بشعار سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان محفوظ بخميس الينيبي. ولكن الوصول المتقدمة هناك الشاهينية لسمو الشيخ محمد
بن دياب بن سيفان الهيان يتواجد الصادق فضل الأمين. يلا يا الصادق روح مع المركز الأول، روح مع الانطلاقة والمنافسة من خلال هذا الشعار الذي دائما يتألق دائما في النجومية الرائعة والكبيرة. ولكن الله شوفوا من القادم، سمحة وصلت، سمحة وصلت، سمحة هناك لسمو الشيخ زايد بسلطان بن حمدان الهيان يمع بن عتيق الرميثي المحترف المحترف، يصل في هذه اللحظات ليقدم الخبرة الكبيرة في هذا المجال الرائع في هذا الانطلاق الجميل. ولكن وصلت شواهين لهجن الرياسة، راشد بن محمد باسم المنصوري قدم الكورة وقدم شواهين. إذا هناك المستحيل يدفع بورقتين، فأي منهما الورقة الرابحة يا أبو ذياب؟ هنا في هذا المساء الرائع والجميل نسير مباشرة، نسير مع هذه الأسماء القوية والعملاقة. من حاف وصلت اسم عملاق وخطر لهجن الرياسة، مبارك بن أحمد بن مايد الخيالي المميز المميز، دائما مميز ودائما انطلاقاته رائعة وجميلة. ولكن وين وين موقعنا؟ وين بدأنا؟ نقترب من الألف والمئتين، وكورة الكورة الكورة ما زال أيضا هناك تسير بخطة ثابتة بقيادة المضمر المستحيل، بدأ أيضا يلعب بالكورة ويذهب مباشرة إلى الهدف والمرمى، أيضا الأسمى والجول الذي دائما يأتي أبو ذياب مسجلا للأهداف القوية والانتصارات الكبيرة بحد ذاتها مع أحد. أيضا شبابنا المضمرين نار على علم بالفعل، يحمل إشارة ممتاز، لا والله يحمل إشارة امتياز وليس ممتاز، ولكن هناك يقدم الكورة 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 من هجن الرياسة. هنا مع هجن الرياسة يتألق المستحيل نجومية ولا أروع حتى هذه اللحظات. أيضا الشوط الخامس يسير مع هذا البطل، يسير مع هذا الرجل الذي دائما يتعلق برياضة سباقات الهجن العربية الأصيلة، مضمرا وخبيرا ومسايرا لهذه الهجن ومؤسسة هجن الرياسة تتواصل بإنجازاتها الرائعة والجميلة. إذا الكرة في المركز الأول من هجن الرياسة، راشد بن محمد باسم المنصوري. يا سلام يا أبو ذياب على هذا الأداء الجميل، الانطلاق الرائع، الاندفاع المميز، ما شاء الله تبارك الله. بدأت تندفع الكرة وتنطلق، تهانينا تهانينا من الأعماق. أيضا محمل على ظهر الكرة إلى هجن الرياسة، إلى هجن الرياسة العملاقة وإلى مضمر هجن الرياسة راشد بن محمد باسم المنصوري. المنصوري يذهب بالمركز الأول، ينتزع المركز الأول للمرة الخامسة على التوالي. تهانينا تهانينا والناموس، وسلمت يمينك يا بسم، سلمت يمينك المستحيل على هذا الأداء الرائع والجميل. وبيض الله وجهك، بيض الله وجهك على هذا الأداء الجميل، لحظات الوصول. تهانينا تهانينا من الأعماق، محملة على ظهر الكرة لهجن الرياسة وإلى راشد بن محمد بسم المنصوري. المركز الثاني وصلت هناك مشغلة لسمو الشيخ سيف خليفة بن سيف آل نهيان. المركز الثالث، المركز الثالث كانت شواهين من هجن الرياسة، والمركز الرابع هملولة لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد الهيان. المركز الخامس وصول من حاف من هجن الرياسة. وهكذا مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام شاهدنا المتعة، شاهدنا الإثارة. إذا الكورة تذهب إلى المرمى، وراشد بن محمد بالسم المنصوري يسجل الهدف الخامس على التوالي من خلال تواجد هذا التألق وهذه النجومية الرائعة الكبيرة. فهنيا لهجن الرياسة وهنيا لمشجعيها ومتيميها على هذا الانطلاق، ما شاء الله تبارك الله. التوقيت الزمني 9:19، 8 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني قدمت عرض رائع وجميل ومنافسة قوية من خلال هذا الشوط، مشغلة لسمو الشيخ سيف بخليفة بن سيف الهيان. تهانينا والناموس لسموه، والتهنية لسعيد بن مبارك الوهيبي من قاد هذا الاسم ب9:22، وهناك 6 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. بينما المركز الثالث الوصول هناك والدخول من شعار أيضا
عملاق وخطر. تواصلت الانجازات ولكن هملوله لاسم الشيخ ذياب بن محمد بن زايد الهيان. 9 دقائق 24 ثانية جزئين من الثانيه. تهانينا لايضا زعيم المضمرين محفوظ بخميس الي نبي. تهانينا والناموس لكل الفائزين وتهانينا لهجن الرياسه على التالق في هذا المساء الرائع. هكذا مشاهدينا الاعزاء متابعين الكرام كان تواصلنا وشوط جديد ينطلق يحمل ايضا الاذاعه المهجنات الاصايل. بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله دائما نستعين. مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام نتواصل مع شوطنا السادس وهناك أيضا مخصصة للإبكار مهجنات الأصايل لسن الإذاع بهذه الشعارات شعارات أصحاب السمو والشيوخ من هنا من ميدان الوثبة.